الاولاني اللي هيخطر على بال اي حد، ايه هي طبيعة المشاكل اللي ممكن يكون المكتب بيحلها؟ كل ما يجي في بالك يعني تعالي ندي امثلة كده لحاجات فعلا ما كانتش تخطر على بال حد. من ناحية مثلا لو احنا هنتكلم مثلا على الشق القانوني، عندك الأحوال الشخصية سواء كانت نفس أو مال، أو عندك مواريث، أو عندك عنف، أو عندك تقنية معلومات، وإحنا طبعا لا غنى عن تقنية المعلومات، كلنا طبعا بنستخدم التكنولوجيا. عندنا إيه تاني؟ عندنا العمل، مشاكل العمل، عندنا تمييز مثلا التمييز الحاجات طبعا، العنف، العنف من جميع أبوابه، الهجرة الغير شرعية الهجرة الغير شرعية. طبعا، اوكي، يعني مثلا حد مثلا متضرر ان في واحد مثلا بيبقى فيها هجره غير شرعيه، الناس بتهاجر بطريقه غير شرعيه، الكلام ده كله بنقدر نعمل يعني نتوصل الموضوع ده. عندنا ايه تاني؟ عندنا الاتجار بالبشر. وده بيحصل يا رانيا؟ حقيقي الاتجار بالبشر ده بيحصل؟ اه حد طبعا بيبيع بيحصل. بني ادمين يعني؟ لا هو مش كده بيع بس، لا خالص، الاتجار بالبشر ممكن ان هو بيكون بيستغلها في اعمال جنسيه مثلا. اوكي، حاجات منافيه للقانون طبعا، وحاجه بتبقى كبيره، وهي يعني بتكون ضحيه، هي مش ما بتكونش مثلا هي جانيه، لا ده هي مجني عليها. بيتم ابتزازها بشكل ما، كتير خطفها بشكل ما، وده على فكره كمان بيحصل يعني مش بس المصريين، ده بيبقى في دول اخرى. هل انتوا برضو بتتناولوا الموضوع ده؟ هو لو ستات من دول تانية تعرضت لحاجه من الحاجات دي جوه مصر، هو في الاصل لمصر، السيده المصريه، صحيح صحيح، في الاول وفي الاخر. اصلي ليه بسالك كده؟ في الظروف اللي احنا فيها عندنا يعني ضيوف كتير في مصر، ومعظمهم من السيدات والاطفال. صحيح. يعني الستات بتاخد نفسها وتهرب من الدول المجاورة اللي بيبقى فيها حروب، بيبقى فيها حاجات معينة، ظروف خليتها ان هي تسيب بلدها وتيجي عندنا. بالظبط. فهي طبعا اهم حاجة ان انا احافظ على الاراضي المصرية واحافظ على الست المصرية. انا اهم حاجة عندي ان الست المصرية تكون واخدة حقها ومطمنة في بلدها. صحيح صحيح.